حياته طيب سيد اسلام، ايدك اخي؟ خايف دكتور خايف؟ من شو خايف؟ ما يكون يحوي على محرمات، كحول، دهن خنزير. هلا انت بدك تحرم وتحلل على ذوقك؟ التحريم بغير امر الله معصيه دكتور، والرسول عملها مره وانزعج منه الله. شو عمل؟ وشو حرام؟ القصه طويله كثير دكتور، معليش، المهم ما فيها قتل ودم. <applause> لا دكتور لا. معناتها فيها جنس <applause> لك ايه ايه طيب هات لنشوف يا سيدي في يوم الايام راحت ستنا حفصة تزور ابوها قام الرسول جاب الجارية تبعه على بيت حفصة مشان شو جابها مشان شو يعني دكتور مشان يلعبوا شطرنج مشان يتونس معها يا اخي لعم على هالشغلة معقول الرسول بيعمل هيك عمل ما فيها شي دكتور هاد شيء حلال خليني كفي لك ايه كفي كفي القصص تبعك مسلية يا اسلام يا سيدي هو عم يتونس معها رجع حفصة على البيت أوف 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 إيه والله يا دكتور ولكن ستنا حفصة كانت إنسانة مؤدبة كتير استنت عند الباب لحتى ما خلص الرسول شغله مع ماريا وبعدين شو صار؟ بعدين قالت له أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟ فعلا موقف محرج وصعب الله لا يفرجيه لحدا كان نفسي شوف شو صار بلون الرسول بهديك الساعة إيه والله يا دكتور إيه شو صار بعدين؟ بعدين حتى ما تزعل حفصة وتوشوش بالسر اللي عايشة مرت الرسول الصغيرة بن سيدنا أبو بكر حلف لها رسول الله باليمين أنه مش رح ينام بعد اليوم مع ماريا وقال صلى الله عليه وسلم لماريا أنت علي حرام ووالله لا أطأك خير ما فعل أنه تاب لا ما تاب دكتور لأنه ما عمل غلط حتى يتوب كيف هيك؟ كل اللي عمله ما في غلط؟ لا خليني كفي لك كفي كفي بعدين راحت حفصة وشت بالسر عايشة وهيك إجا جبريل بآية من الله بتقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحله الله لك تبتغي مرضات أزواجك يعني الونسة مع ماريا على تخت حفصة مش غلط إنما تحريم الونسة مع ماريا غلط إيه والله دكتور ومشان هيك ما بيصير نحرم الإشياء اللي حللنا يا الله أنا شايف الإله تبعك بيشغل نفسه كتير في أمور النسوان والجن سيد إسلام الله بيشغل نفسه بكل شهر وواردي في حياة الرسول دكتور يلا يلا كول جاتو لأنه لا أنا شفت أنه حطوا فيه محرمات ولا أنت مزبوط معك حق دكتور معك حق يلا على الله الاتكال دكتور كأني في طعمة كحول وأنت شو عرفك بطعمة الكحول سيد إسلام ما يكون عم تشرب بالخفة ها <applause>